شبكة مزامير آل داود تقدم. ظروف الواحد ما يبي إلا حاسس ما أتمنى الله يمكن تجيبها يمكن تتأخر الله الله يقدر هواية التسجيل هواية أنا ضميري أمامي بحاول إن شاء الله بعد تبع الإذاعات وأسجل القرآن المرتل هذا كامل يبقى أنا عندي الأسطوانات قرآن قال إني جاعلك لله
وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله. عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا Thank you.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار يقيم الصلاة فجعل
لكن عندي تعب فاختصرت بالقراءه خليتهم المسافه البسيطه دي فيعني ارجو ان يعني اذا كنت سجلتها يعني ما والله انا احتفظ لك بمجموعه نادره من التسجيلات اه معلش التسجيلات اللي في الوقت اللي الاذاعه معلش او من الاحتفالات او من المصحف المرتب المصحف المدور كل عندي برضه الاحتفالات كذلك لكن اما تسجيل اليوم ده يعني متعب من اثر كنت صرت في مسلسلات تقريبا وبقى يعني أعمال الحد كما تعلم الإنسان ما فيهاش يعني الإنسان فيها بينسى نفسه في طاعة الله يعني ما بي ما بيعمل لراحة صوته أو نسأل الله القبول هل نلتقي فيكم في منى أو في عرفات إن شاء الله في منى في السبيل المصري إن شاء الله إن شاء الله هل تحضرون المخيم الملكي ولا نعم نذهب مع سيادة السفير لنكون في يوم العيد يعني السلام على جلالة الملك أيضا يعني كبار الشخصيات عندنا في مصر نذهب مع سيادة السفير كل عام السابق حصل كل عام يعني يحصل مثل هذا لأن لا عادة يعني متبعة يعني كل سنة الكبار الشخصيات المصرية يتخيرهم السفير ويذهبوا للسلام وللتهنئة بالعيد على جلالة الملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أستاذ نرى بالنسبة للأسطوانات تسجيلات قليلة في الأسواق. لأن القرآن المرتل عبارة عن على بعضه وهو في الغالب الحكومة تهديه ولا تعمل له دعاية للبيع لأنه يطبعون آلاف مؤلفة وكله للإهداء أكثر من البيع لا يهتمون بالبيع أما الأسطوانات الأماكن التي تبيع الأسطوانات فهي يعني تزيد من تريد أن تربح كثيرا والحكومة عندنا هي التي تبيعه بالثمن يعني الأسطوانة بخمسين قرش يعني خمس ريالات إذا راسل إلى أماكن الأسطوانات بيع الأسطوانات يمكن يبيعون الأسطوانة بخمستاشر ريال بدل خمس ريال فالحكومة تبيعه على بعضه بسعر التكلفة فقط ولا يمكنون التجار من حتى لا يستغلوه والتاجر والذي يعمل الدعاية وهو إلى آخره والحكومة ما بتعمل لأنها يعني موجود يعني بكثرة بس في الجمهورية لكن اللي يرغب يأخذ شيخ بالنسبة للأسطوانات التجويد الاعتيادي موجود برضو قراءة مدود فيه أحسن شيء ظهر في هذه في هذا الشهر القرآن الكريم بطريقة التعليم يعني هذا يعني سجلت الأول القرآن المرتل برواية حفص على 44 أسطوانة في مدة 30 ساعة وبعد ذلك سجلت القرآن المرتل برواية ورش لأهل المغرب لبلاد المغرب على 68 أسطوانة وبعدين سجلت أخيرا القرآن الكريم بطريقة التعليم يعني للتعليم فقط لمن يريد أن يتعلم دروس يعني قراءة
للتعليم فقط، لا تطريب فيها ولا تغني ولا أي شيء، قرآن كذا زي كالمعلم حينما يعلم التلميذ. بارك الله فيك. وهذا أحسن شيء فيه أنه يباع مفردات يعني بالاسطوانة الواحدة، يعني كل جزئين في 5 اسطوانات، المجموعة 5 اسطوانات فيها جزئين من القرآن. وهذا هو أفضل شيء عمل في الأيام الماضية، أن كل واحد يريد بدل أن يشتري المصحف بحاله يعني كله، وهذا شاق عليه في المشال وفي الثمن، فأستطيع أن يأخذ 5 اسطوانات ب5 اسطوانات، وأستطيع أن يذهب إليه بالبريد لأنهم 5 اسطوانات خفاف، يعني يرسلوا إليه بالبريد لا ينكسر، حاجة خفيفة 5 اسطوانات في ورقة كده، ويرسل زمنهم وهم يرسلوا إليه برضو من مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على ما يقول مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويبعد حوالي 3 جنيهات يرسل له 5 اسطوانات إلى أي مكان، وهكذا. والله شيخ الله راح يكتب لك الخلود إن شاء الله مع خلود القرآن. ربنا تفضل، ربنا ينفعنا بالقرآن، سأل الله أن يجعلنا من العاملين به، سأل الله أن يجعلنا من أهله ومن العاملين به. شكرا شيخ محمد. نسألك أسئلة إذا كنت صدرك والله. حول أول ما تعلمت القرآن كان عمرك كم؟ أنا تعلمت وأنا صغير، أنا حفظت القرآن وأنا سني تقريبا يمكن 9 سنين أو 10 سنين. وما تشتغلت في الإذاعة؟ اشتغلت سنة 50. 50 أعتقد هي السنة اللي جيت فيها البغداد في يعني لأول مرة. لا أنا جيت سنة 56 أول مرة لبغداد. أول مرة حضرتك من بغداد؟ نوصل أنا أيضا من العراق. الحقيقة نحتفظ لك بتسجيلات طيبة يعني. الله يبارك فيك يا سيدي، ده شرف لينا على كل حال. والله هو شرف القرآن يعني. طيب يا بس احنا نعتبركم يعني أئمة القراءة الآن في العالم الإسلامي. أكرمكم الله. الله يحفظك. الله يحفظك. لا سيما موجود تسجيلات دمشق اللي كانت في الأموي. أنا بالحقيقة سجلت كثير يعني في دمشق وفي العراق برضه مسجل. يعني نزلت كثيرة الإذاعة والتلفزيون بالذات. أعتقد التلاوة العدنة يعني المحبوبة جدا هي سورة الحشر والتكوير. الله لكل حال القرآن كله يعني كله، بس الحقيقة كانت واحد. المهم في التدبر والتمعن في آيات الله. نلتقي بكم إن شاء الله في عرفات أو في المنى ولا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. في المخيم المصري. والله مش عارف أكون يعني هناك موجود ولا مش عارف، حسب الظروف يعني. شكرا. عفوا.